بالنسبه لبرلمان العمل الاخوات في الاسبوع هي بحقيقه انا ما غاديش نشرح هذا النقط لان برنامج العمل ديال جامعه الدار البيضاء ما بقاش كيحتاج للقرايه كنظن على اننا استوفى وقته ومكان اكبر عدد الوقت ديال السجن تمت مناقشه مستفيض اليوم حنا غادي ندوزو السياسه برنامج العمل حيت هذه مدينه الجميع ماشي مدينه الاغلبيه ولا مدينه المعارضه اليوم برنامج عمل ديال جامعه الدار البيضاء هو برنامج يهم جميع البيضاويين دينا الوقت لان كان خصنا نديرو دراسه اوليه ديال شنو هما الاولويات ديال مدينه الدار البيضاء الحمد لله منذ 2014 تم انطلاقه رسميا لبعض المشاريع من طرف صاحب الجلاله المنصور على برنامج تنميه مدينه الدار البيضاء كانوا العديد من المشاريع بالفعل بواحد التكلفه جد مهمه هذه المشاريع اليوم اللي خرجت للوجود كان خصها واحد التفكير باش نكملوها نديروا لها الاستمراريه ديالها نديروا لها الصيانه ديالها ونضيفوا لها مشاريع اخرى اللي غادي كلها تساعد مدينه الدار البيضاء انها ترتقي للمدن الميتروبوليه العالميه باقي خصنا واحد قزه وغادي ندخلوا ان شاء الله المدن الميتروبوليه بالفعل باش بالتغيرات البيئيه اللي اليوم كيعرفها العالم 2014 ما كانش التغيرات المناخيه ديال اليوم واليوم كان لازم علينا كمجلس ومن الضروري والحتمي على اننا ندخلوا جميع المشاريع اللي عندها علاقه بالتنميه المستدامه هادشي ما كانش كيدخل قبل ولكن اليوم حال الوقت لان اصبحنا في مرحله جد دقيقه من الزمن اللي خصنا ندوزوا البرنامج عمل اللي يكون فيه التنميه المستدامه اللي كنسميوه عبث وهو ان المياه اليوم وبندرتها بمدينة الدار البيضاء احنا مازال كنسقيو بالماء الصالح للشرب الماء الصالح للشرب خصنا نخليوه للمواطنين ونمشي ونديرو إعادة تدوير المياه العادمة خمس محطات نستعملوها اليوم ما يعزني على أننا إن شاء الله وبصراع مع الزمن غادي نخرجوا المحطات ديال إعادة تدوير المياه العادية من أجل سقي مدينة الدار البيضاء احنا بغينا مدينة الدار البيضاء مدينة بيئية ومدينة خضراء بمساحات أكثر من عندنا 500 هكتار وبغينا ندوزو 1000 هكتار ديال المساحات الخضراء مبغيناش غير نخضرو المدينة راه بغينا نخليو الناس فين تنفس بغينا على أننا ورغم أننا بغينا نخليو مدينة اقتصادية مدينة صناعية بالمقابل خصنا نعالجوها بالمساحات الخضراء اللي يمكن ليها أبسوربي هذاك لو طو دو سي او دو اللي كي يخرج كل نهار هذه هي الإسلامية وهذه هي المسؤولية ديالكم اليوم أعضاء هذا المجلس فبرنامج العمل اليوم برنامج عمل واقعي مع التحديات التنمية ومع تحديات المناخ هذا لو غيشوفمون كليماتيك بلانيتير خصنا اليوم نخدمو على أن الأزقة ديالنا خصها تكون اللي فيها الظل ويولو فيها الأشجار مظلة للأزقة خصها تكون عندها مساحات خضراء أكثر خصنا نحافظو على قطرة بقطرة الماء شي هذيك النقطة اللي كانوا كيقولوا شحال هذيك قطرة بقطرة كيحمى الواد واليوم راه قطرة بقطرة غادي نشبعوا البيضاويين غنخليو لهم باش يشربوا فخصنا نخليو الماء للشرب ونمشيو نديرو مياه تدوير مياه العادمة لإعادة طبعا السقي المشكل ديال المطرح اليوم مطرح جينا حنا بعدا كنلقينا جبل ديال 70 متر خصنا نقول على أن هذا الجيش كانت عنده الشجاعة أنه سد المطرح القديم وحد المطرح الجديد وهذا يحسب لكم اليوم صحيح الجيزيزان كان الارض صاوب يعني لو بومي باسان ولكن بقى مطرح جديد يعني الحمد لله تفكات الامور ما بغيناش نخليو معضله بيئيه مشينا والحمد لله كانوا جميع المتدخلين على اننا حلينا المطرح الاول المطرح الجديد المطرح الجديد اليوم طبعا فيه التمر باليات حديثه ولكن ما كيرقاش المستوى العالمي مازال فيه مشكل البيئه ومازال ليكسيبيا والعبث اللي كيقول العبث هو ديك ليكسيبيا اللي كانت كتكفع هذه سنوات وما دارت ليها والو اليوم انا جاهد اعضاء المجلس باش نمشيو كلنا الا بغيتو نمشيو غدا غنمشيو غادي نلقاو على ان اليوم حطينا محطه لتدوير ليكسيبيا لمعالجه ليكسيبيا وغادا تخرج من ماء عكر
الى ماء صافي. تجارب اليوم قايمه، اليوم دابا كنتكلم معكم راه ما كندويش من عبث، نمشيو لغادي شارج وغادي نشوفوا على ان الناس راها خدامه اليوم باش نفكوا هذه المعضله ديال السنه. طبعا هذا انا ما كنلوم حتى واحد، ولكن اليوم حنا مسؤولين وخصنا نحبسوا من هذا الشيء. وهذا الشيء علاش خلينا اليوم هذا البرنامج العمل يتكلم على نفسه. راه اي واحد سولته هنا غادي راه حفظ، كاينه ثلاثه المحطات ديال اعاده المياه العادمه، محطتين ولا ثلاث طرقيه، محطه ولا لوزين ديال مصنع ديال تثمين النفايات. يعني هذا الشيء كله اليوم راه ولا من الضروريات، ومن ماشي غير الضروريات، انا كنقول سي انفونسي، ما يمكنليناش نخرجوا من هذا المجلس الا ما نجزناش هذه المشاريع اللي كتكون اليوم عندها علاقه بالبيئه وعندها علاقه بالحياه اليوميه ديالنا كبيضاويين. بغينا مشاريع تنمويه، الحمد لله درناهم، اليوم راه الدار البيضاء وصلنا الاوج ديالها نعم، ولكن بقات نسبه البنيه التحتيه، مشكل الفيضانات، النقاط السوداء اللي دائما كنتكلموا عليها ديال هاديك، واليوم اللي خصها تمويل اضافي. كاين 4 مليار كمرحله استعجاليه، وبعد 15 مليار باش يمكن الدار البيضاء لانها مشات 25 كيلومتر نهار العقده، ولكن اليوم مشات 50 كيلومتر، وبالتالي الوعاء العقاري ديالها كبر وتجهيزات ما مشاتش اون باراليل. هادشي طبعا اليوم جبناه في برنامج العمل. تهرب الطرق راه حنا عارفين، والكلفه الاجماليه ديال الطرق راه حنا اشتغلنا عليها، فكنظن على ان اليوم راه اللي كيفاش كنقول اليوم ما كايناش السياسه في هاد برنامج العمل الله يخليكم، اليوم كاين العمل، لان التغيرات البيئيه حتمت علينا اننا نمشيو للتنميه المستدامه من الواجب. وثانيا يعني كل ما طلبتوه من مقاطعات ديال سياسه القرب، اليوم جميع المقاطعات طلبنا مركبات ثقافيه، ولكن مركبات ثقافيه في احسن وجه، مركبات ثقافيه كتبقى في مجلس المدينه، خاصنا مركبات رياضيه لاننا بغينا نساهموا في تنميه مدينتنا، بغينا البيضاويين يديروا الرياضه، بغينا تكون عندهم حياه جيده، وباش يديروها خصنا مركبات رياضيه. جميع رؤساء المقاطعات والمنتخبون داخل المقاطعات كلهم كيطلبوا هادشي. إذا المركبة الثقافية، لأن بغينا نبنيو مدينتنا ثقافيا، بغينا الرقمنة ديال المدينة ديالنا، بغينا مدينة فيها تنمية مستدامة، وبغينا بنية تحتية. واش هادشي صعيب؟ كنشكروا لأن هناك نساء ورجال عندهم غيرتهم على مدينة الدار البيضاء، وسوف نشتغل إن شاء الله جميعا. أنا كنقول راه أغلبهم معارضة، وسوف نشتغل من أجل الوصول إلى هذا الهدف إن شاء الله.